بالنسبة لطاقتك انت حبيبي، عم بتكون مبسوط لحالك، مبسوط بعزلتك، يعني وكأنك يعني مليت من الأشخاص اللي عم بدخلوا في حياتك ويطلعوا وما بتستفيد منهم إشي، ولا عم بتلاقي حالك في العلاقات اللي مريت فيها. إذن عم تبعد عن كل هاي الطاقات، عم تتبنى فكر جديد في الحياة وفي العلاقات العاطفية، عم تروح للواقع أكثر. بالنسبة لطاقتك أنت، في رزقة، في مال، في الموضوع، في أبراج بينت هوائية، أبراج ترابية، لكن أكثر شيء حتى أوكي ترابية ومائية وهوائية، لكن أكثر ترابية وحتى نارية، يعني كل الأبراج، لكن على الأغلب ممكن يكون ترابي بالمرتبة الأولى أو ناري. هذا الشخص اللي جاي في طريقك، أنت ما بدك تدخل علاقة يا برج العقرب، وكأنك ماخذ استراحة من العلاقات العاطفية، مليت خلاص. تحكي لحالك حتى لو إجا شخص جديد فما يعني ما حيزبط، هيك طاقة تشاؤم عم بتكون فيها في هاي الفترة. لكن في شخص، لكن بميل أكثر للصداقة، ممكن أن تبلش صداقة بيناتكم وتتطور، فممكن يكون هذا عبارة عن صديق، لكن تفكيره عم بيكون أكثر، بتغير. لكن هذا الشخص مبين أنه ما كنتوا تعرفوه، رح يكون شخص جديد 100%. برضو بينت الأبراج الترابية والهوائية، ممكن نارية، والناري بغلب في هاي الأوراق. إذن للعزاب، في شخص حيظهر لكن ما حتكون أولها حب ولا اللي هي علاقة جدية، رح تكون عبارة عن صداقة أول شي تبلش بيناتكم. إذن على مراحل، ما رح يكون يعني فجأة يجي يرتبط فيك أو يطلب الارتباط، رح يكون صديق. هذا الشخص تعرض قبل هيك كمان زيك تماما، يعني أنتوا بتشبهوا بعض لدرجة كبيرة، تعرض لأكثر من خيانة ومشاكل خلال حياته وتجاربه السابقة، فهو بيشبهك في هذا الموضوع. صفاته ممكن يكون كريم كتير هذا الشخص، ممكن يغدق عليك فيما بعد بهدايا، في وفرة مالية عنده، أو ممكن أنت يكون وجهه خير عليك وتكون عندك وفرة مادية من بعد ما تعرفه. ممكن يساعدك في أمورك هذا الشخص، أو ممكن يساعدك في البزنس تبعك، لكنه هو في عنده نية إنه ينشئ علاقة، فحيبلشها عن طريق صداقة. هذا كان للعزاب. فأنت إذا حابب إنك تدخل علاقة، الفرصة موجودة، لكن أنا عم بشوفك في بداية الشهر مش حابب ولا تعطي فرصة لحدا، لأنك مش مصدق رح تكون كل الأشخاص، وعم بتفكر فيهم يا برج العقرب، عم تتسرع بالحكم على الأشخاص. فأنا بقول لك أعطي فرصة لكل الأشخاص، في فرص أحيانا إحنا ما بنكون عم بنشوفها. خلينا نسحب ورق للمتزوجين من برج العقرب. عم بيكون في مال جاي بالطريق عن طريق شغلك انت او شغل الشريك، في ربح من نوع معين او استثمار، عم بتلاقي يعني نتائج حلوة،
مش اللي هي مبالغ كبيرة كبيرة، لكن عم بتكون بشاير خير في هذا المشروع. إذا المادة بتغلب على أكثر تفكيركم، في شوية مشاكل يمكن متعلقة في أكثر في الأولاد، مش متفقين على وجهة نظر معينة، وكأنه أنتم مختلفين دائما أو بتجاكروا بعض أو مش عارفة، في طاقة مش مظبوطة اللي هي كل واحد حاب ياخد إجازة من العلاقة العاطفية تبعتهم. للمتزوجين في بعد لكن ما في طلاق، بعد ورجعة وزعل عادي اللي هو بين المتزوجين، ما في شي بخوف. عم بشوفك بتمسك زمام الأمور بالنسبة للمادة، والشريك عم بترك لك إياها بإرادته، عم بيسلمك كل الفلوس اللي معاه أول بأول، وهذا أحسن لإلك، لأنه أنت عندك إدارة كبيرة، خاصة الزوجة، خاصة النساء عندهم قدرة كبيرة من برج العقرب إنهم يديروا أمور المنزل، خاصة المادية. فأكثر مادة مبينة عندي في طاقة بعد للمتزوجين. خلينا نشوف بالنسبة للأشخاص المرتبطين لكن مش متزوجين، اللي على حب أو صداقة أو إعجاب. شوف شو الورق ممكن يكون. بالنسبة للمرتبطين، انتوا الاثنين عم تستنوا الارتباط، وكأنه هو بده ارتباط ولكن ظروفه أو الظروف اللي حواليه لسه مش جاهز، لسه الأمور عم بتكون صعبة عليه. وانت نفس الشيء، يعني انتوا الاثنين كتير متفاهمين لكن عم تستنوا بأمور تصير عشان تقدروا ترتبطوا. هو ناوي على الارتباط لكن بالفترة الحالية اللي هي تجهيزات، اللي هي عم بتأهلوا حالكم لحتى تودوا العلاقة، خاصة الشريك حتى يودي العلاقة لا تكون جدية أكتر. عم بشوف يعني بيعمل حركات هيك وهيك أحيانا، بس أنت الأول والأخير عنده. ممكن يكون في علاقة ثلاثية. أها، ورقتين ورا بعض، هي الثالثة. في علاقة ثلاثية في الموضوع، لكن ببين انه عم بلعب عليهم او انه هيك يعني بيجوا بيروحوا في حياته، لكن مرجوعه إلك. عم بشوف فيك صفات ما عم بشوفها بالطرف الثالث، وكأنه ما عم بيعبي له عينه، فعم بيكون في رجوع إلك، طاقة رجوع لبرج العقرب من بعد هيك. كنتوا عم تبعدوا وتقربوا، تبعدوا وتقربوا، ولكن شايفة في استقرار بالموضوع في العلاقة من بعد العلاقة الثلاثية، وكأنك رح تغفر له أو عم تعرف عن هاي العلاقات. في ناس بيقبلوا إنه يكون في علاقة ثلاثية، أهم شيء يكون الشريك معانا. في ناس بيفكروا بهاي الطريقة، فممكن هذا على البعض بينطبق، لكن أنا شايفك يعني ماسك المادة والمعنويات ماسكها بإيدك، فالأمور بتهيأ لي إيجابية لبرج العقرب. خلينا نشوف للمنفصلين حبايبي اللي عم يستنوا رجوع أو اللي ملوا حتى من الانتظار لكن مش لفترات بعيدة. الورق ببين اللي هي الفترات القصيرة، من أشهر مثلا تاركين، من أسابيع، مش من سنوات. الورق ما ببين
الموضوع إذا كان من سنوات طويلة. خلينا نشوف إذا للمطلقين ولا المنفصلين من برج العقرب. بشوفك ملان بطريقة مش طبيعية، عندك ملل، مليت من الانتظار، مليت من يمكن أساليب الشريك، عم تعرف عنه شغلات يمكن بالفترة الماضية ما كانت عم تعجبك، لكن بالفترة الحالية في أخبار حلوة عم توصله عنك، وفي احتمالية رجوع وسعادة، وممكن يكون في ارتباط بالمستقبل، ولكن هو شخص متحكم، شخص عنده الأنا، الإيجو كتير هيك عالي، عم بشوفه عم ينصفك، عم ينصفك، عم يرجع إلك حق، عم ترجع لك كرامتك ممكن، بس شايفة في قبل، يعني شايفة عندك طاقة انتقام، حابب تنتقم كتير من الشريك، فأنا بنصحك إنه تطلع من هاي الطاقة، لأنه ما رح تجذب لك اللي أنت بدك إياه في هاي العلاقة، فبنصحك في إنه تطلع من هاي الأفكار الانتقامية، وكأنك عم تستنى لما يرجع يعني تتركه أو تعلمه درس، بس أنا شايفة في رجوع في النهاية، في نهاية الأمر، وممكن يكون في ارتباط بينك وبين هذا الشخص، مع إنه بالورق مبين مش مناسب لإلك، لكن رح يرجع لك. عم بتحاول في هاي العلاقة تتغاضى عن أمور معينة في سبيل إنه تمشي في العلاقة، فكروت يعني حلوة، عم تطلع على الأشياء القديمة وتضخمها على الفاضي، يعني كروت حلوة بالنسبة لإلك في العلاقة العاطفية للمنفصلين. حبايبي خلينا نشوف إذا في نصيحة ممكن يوجهها الورق لبرج العقرب. إذا في نصيحة ممكن تنفعنا في هاي الفترة في شهر تموز أو بالفترة الحالية، بحكي لك ابعد عن الأشخاص السلبيين وقرب من الأشخاص الإيجابيين، بحكي لك حارب عشان الشغلة اللي بدك إياها، إذا أنت ما تعبت لحتى توصلها هي ما رح تيجي على طبق من فضة، لازم تتعب في الموضوع، بيحكي لك إذا طلبت المساعدة من أشخاص رح تلاقي هاي الفترة نتائج حلوة، ورح تستعين بأشخاص يعني على ثقة، انهم اصحاب ثقة ممكن تكون توثق فيهم، فبحكي لك في اشخاص موثوق فيهم، ما تسكر الباب على كل الناس اللي حواليك، لا جدد العلاقات واقبل بالاشي اللي موجود عبين ما تحصل اشياء